أنا مني أركوم النهاوي، مولود من الأسرة كبيرة جدا، أسرة معروفة دارفورية وسودانية، ومن القبيلة معروفة دارفورية سودانية، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها اجتماعيات محافظة. هذه الاجتماعيات اجتماعيات معروفة، ولا يمكن أن أمثل فيلم إباحي. هذا من جانب. من جانب الآخر، أنا بلغني أحد الزملاء بأنه هذا الفيلم أنا شاهدته قبل 5 سنوات، لكن للقصة بقية أقولها في وقتها. لكن المستغرب منه أنه لماذا تم نشر هذا الفيلم في هذا التاريخ؟ لماذا تم إعادة النشر في هذا التاريخ؟